توجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، وتتنافس الأحزاب على حصد 650 مقعدا برلمانيا. تشير الاستطلاعات حتى الآن إلى تقدم حزب العمال المعارض على حساب حزب المحافظين الحاكم. فكيف ستكون حقبة حزب العمال في حال إعادتهم للانتخابات، هذه الانتخابات، إلى السلطة في بريطانيا؟ وما مصير حزب المحافظين؟ وأيضا ما هي الأسباب الحقيقية لهذا التحول؟ بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين، توجه رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين الحاكم ريشي سوناك للتصويت في هذه الانتخابات، وكذلك فعل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الذي يطمح بالفوز في الاقتراع، خاصة وأن استطلاعات الرأي رجحت كفة حزب العمال في حصد أكبر عدد من المقاعد النيابية البالغ عددها 650 مقعدا. الشارع البريطاني كان ينتظر أيضا هذه الانتخابات التي يأمل أن توفر استقرارا سياسيا في البلاد بعد موجة من الأزمات السياسية والاقتصادية. هذه الانتخابات مهمة، وحقا أن ما يقلقني هو أن جيل الشباب لا يعتقد بأنها مهمة كما هو الحال بالنسبة لنا. نحن كبار السن وقد أدركنا أن هذه الأصوات مهمة جدا، بل وقد تؤدي إلى إحداث تغيير. لا أعتقد أن الانتخابات ستجلب الهدوء، فكلا الحزبين المحافظين والعمال يتشابهان. أعتقد أننا بحاجة للتغيير ولأصوات تتحدث عنا في البرلمان. ومع غلق صناديق الاقتراع تبدأ عمليات العد والفرز، ومن ثم يتم إعلان الفائز خلال يوم الجمعة، وهناك ترقب كبير للنتيجة على المستويين الشعبي والسياسي. عمر شاكر، الحرة، لندن. أناقش هذا الملف مع ضيفي من لندن الدبلوماسي البريطاني السابق جيرارد راسل. سيد راسل، أهلا بك. استنادا إلى استطلاعات الرأي التي تتحدث عن فوز حاسم لحزب العمال وخسارة لحزب المحافظين بعد 14 سنة في الحكم، برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة؟ وما زلنا نتحدث طبعا عن استطلاعات الرأي. نعم، أولا أعتقد بعد 14 سنة في الحكم الناس أساسا زهقوا، تعبوا من حزب المحافظين. وخلال تلك الفترة دعنا نتذكر ليس فقط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنتائج الاقتصادية أساسا السيئة، ولكن أيضا وباء كوفيد، يعني أن البلد عانت من مشاكل اقتصادية كثيرة خلال الأعوام الأخيرة، التضخم وبعض المشاكل التي عانت منها دول أخرى أيضا، ولكن أثرت على الناس وأعطتهم صورة يعني سلبية من حزب المحافظين. إضافة إلى أن هناك 5 أشخاص مختلفين لعبوا دور رئيس الوزراء خلال تلك الفترة، يعني تغيرات المتتالية في زعامة الحزب أيضا أثرت على الناس وأعطتهم صورة بأن الحزب حزب المحافظين فوضوي وليس له نظام. وبالإضافة لذلك لا أعتقد أن ريشي سوناك وهو رئيس الوزراء الحالي لاعب سياسي ماهر، وأساسا ينقص المهارة في مجال الاحتكاك أو التواصل مع الناس. هو شخص جدا ذكي ولكن لا ينجح كثيرا في تقديمه سياسيا، خصوصا يعني أنه لم يكن منتخبا، يعني هو جاء نتيجة اضطرابات مر بها حزب المحافظين. الآن الحديث أن يعني إذا ما فاز حزب العمال سيفوز بأغلبية تاريخية منذ 190 عاما في بريطانيا، وبالتالي هذا كيف سيحافظ على موازين القوى؟ يعني إذا فاز بأغلبية مريحة بالنسبة له، ما الذي سيتغير في بريطانيا؟ ماذا بالنسبة لي الأحزاب الأخرى؟ هل ستكون فاعلة بحيث تحافظ على موازين القوى داخل البلاد؟ وإذا سمحت لي أضيف نقطة أخرى. تفضل. في هذه الانتخابات هناك حزب آخر يميني يأخذ ويأكل من حصة حزب المحافظين، وهو حزب الرفوم، حزب الإصلاح.
المعارض للهجرة. بالنسبة لحزب العمال يعني من الصعب التكهن، لأن حكومات الآن بعض الشيء مقيدة أكثر من الماضي، لأن هناك قواعد، هناك محاولة لإعطاء بعض صلاحيات الحكومة لوكالات مستقلة. وأيضا أعتقد أن حزب كير سامر زعيم حزب العمال سيكون متردد أو يعني محافظ بعض الشيء في ممارسة القوة، لأنه ما زال يتذكر كيف حزب العمال كان خارج القوة وخارج الحكم لمدة طويلة. وأعتقد أن الأغلبية مهما كانت كبيرة ولكنها حشة. الناس الآن يغيرون أصواتهم وانتمائهم الحزبي بالسهولة أكثر من الماضي، ويعني أن حزب منتخب اليوم يمكن أن يخسر الانتخابات القادمة. ولكن أتوقع هذه نقطة غاية في الأهمية، أن تكون هذه الأغلبية وعلى مدى التفاخر بها، ولكنها كما عبرت عنها بأنها هشة. هل هذا متعلق فقط بحزب العمال أم هو أيضا يشمل الأحزاب الأخرى إذا ما فازت بأي انتخابات مستقبلية؟ بمعنى هذا الإجماع إلى حد ما هو إجماع هش، لأن الناس أمزجتهم تتغير بحسب المعطيات التي تشهدها البلاد. نعم، والأغلبية بالأصوات الأغلبية بالبرلمان سيكون كبيرة جدا بدون شك، يعني أكثر من 200 نائب، يعني أن الحكومة تكون قوية جدا. ولكن بالنسبة إلى الجمهور العام الفرق ليس كبيرا جدا، لأن حزب الريفورم إذا لم يكن موجودا ويأخذ من تقريبا نصف حزب المحافظين فيكون تقريبا دعم لحزب العمال تقريبا 40% من الناس، وحزب المحافظين بالإضافة لحزب الريفورم تقريبا شيء مثل 36%. يعني أن الفرق بين اليمين واليسار ليس تماما، ليس حائلا، ولكن مزبوط يعني صحيح أن الحكومة القادمة حزب العمال جدا ثابتة ولا ليس أي سبب لتخاف لخاف كير ستارمر من أي تمرد مثلا من النواب في الحزب. طيب، فهو يكون قائد قوي. ولكن كما قلت أنا أعتقد أنه شخص متردد بالطبيعة متردد، ولكن هذه الأغلبية الكبيرة في البرلمان التي ستوفر له دعما قويا حينما يريد أن يذهب ببعض السياسات الجديدة التي أريد أن أسألك عنها. نعم، لا نريد أن نتكهن، ولكن ماذا تتوقع الأولويات التي سيقدم عليها حزب العمال وهو بعيد عن السلطة منذ فترة طويلة؟ ما هي الأولوية بالنسبة له في المرحلة القادمة؟ يعني ما هناك بعض الغموض بالنسبة إلى سياسات حزب العمال، لأنهم لم يكشف عن خططها بالكامل. ولكن نتوقع أن يكون هناك زيادة في الضرائب، مع أن الحزب أساسا لم يعلن كيف سيزيد الضرائب، ولكن بدون شك أن هناك حاجة لزيادة. ثانيا يعني بعض الضرائب الإضافية أعلن عنها، خاصة بالنسبة إلى المدارس الخاصة مثلا. أعتقد غير هذا ليس واضح، يعني لأن حزب المحافظين لم يكن يمينيا للغاية في الواقع، يعني بالنسبة إلى الصحة مثلا، خدمة الصحة الوطنية ليس هناك فرق مبدئي بين الحزبين. ولكن احتمالا حزب العمال سيحاول محاولة أشد وأكثر لزيادة دعم. طيب، القطاع العام، هناك ملف حاضر في أكثر من انتخابات تجري، ونتحدث عن الجالية العربية والجالية المسلمة في أي بلد. الآن نتحدث عن بريطانيا على سبيل المثال. إلى أي مدى حزب المحافظين بحكم ريشي سوناك ودعمه لإسرائيل في الحرب على غزة سيؤثر أو أثر بالفعل بحجم الأصوات التي ذهبت إلى حزب العمال، وبالتالي حزب العمال سيأخذ هذه الجزئية بنظر الاعتبار في قادم الأيام؟
بالواقع أظن بالعكس، الوضع في غزة وغضب الجالية المسلمة إلى حد ما من هذا الموضوع أثر وأخذ أكثر من حصة حزب العمال، وضر بحزب العمال أكثر مما هو ضر بحزب المحافظين الذي أصلا لم يحظى بدعم كبير من المسلمين. فحزب العمال الآن منقسم بهذا الموضوع، وهناك بعض المرشحين مثل جورج جالوي وآخرين يرشحون نفسهم على أساس أنهم يعرضون أو يعني معارضتهم لإسرائيل أقوى من حزب العمال. حزب العمال دعا إلى وقف إطلاق نار، ولكن تردد حتى في اتخاذ هذا الموقف ولم يقل شيئا آخر. هناك أحزاب أخرى، حزب الخضر مثلا له موقف أشد يعني منتقدا لإسرائيل بهذه الحرب في غزة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ضيفي من لندن الدبلوماسي البريطاني السابق جيرالد راسل.